just a few moments ago, I hosted a historic call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad al-Khalifa of Bahrain. كشف آل خليفة مرة أخرى عن معدنهم الرديء والصدأ. خانوا البحرين والشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي. سارعوا لنشر غسيل علاقاتهم الموبوءة مع الصهاينة على الملأ. عبيد ليس لهم قرار، فالقرار بيد أسيادهم الأمريكيين والسعوديين والصهاينة. لسنوات خلت وهم ينتظرون هذه اللحظة. لقاءات جمعت الجلاد حمد وولي عهده سلمان بكبار مسؤولي دولة الاحتلال، قائمة لها أول وليس لها آخر، بدءا من شمعون بيريز والسيبي ليفني وانتهاء بلقاء جمع رئيس الموساد برئيس الحكومة سلمان الخليفة. يبدو أن رئيس الموساد في هذه الأيام يقيم علاقة وثيقة وقريبة مع قادة كبار في البحرين من أجل تنسيق الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل والبحرين. وبينهما رقص متطرفو حركة حباد في باب البحرين منادين بهدم المسجد الأقصى. فيما زار وفد من البحرين دولة الاحتلال تحت ذريعة التسامح الديني، لكن لشعب البحرين كلمة، فلديه تاريخ حافل في نصرة القضية الفلسطينية لأنها تعيش في وجدانه. فكان الرد اليوم في شوارع وأزقة البحرين مسيرات وتظاهرات ردا على خيانة آل خليفة الذين دقوا بخيانتهم لفلسطين آخر مسمار في نعشهم، وإن غدا لناظره لقريب.